نظمت المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية لسوسمسا والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والتعاون الفلاحي الزاوية بشراكة مع المديرية الجهوية للفلاحة والغرفة الفلاحية لجهة سوسمسا أياما تكوينية تطبيقية لفائدة أعضاء ومسيري الضيعات الفلاحية التابعة للتعاون الفلاحي الزاوية حول موضوع التدقيق الطاقي، وذلك بمحطة التلفيف التابعة لها بسبت القردان إقليم تارودانت. هذا الموضوع يكتسي واحد الأهمية بالغة، حيث أن الاعتماد ديال هذا النظام ديال الضخ الشمسي تيمكننا من تطوير النجاعة الطاقية، وكذلك تيمكننا باش نعتمدوا واحد الطاقة بديلة ومتجددة. وعلى الصعيد الفردي فإنه تيمكن الناس اللي تيستعملوا هذه الطاقة باش يخفضوا شوية من تكاليف الإنتاج، وبالتالي الرفع من المردودية، وكذلك تيمكنهم باش يحسنوا هذيك المنافسة، خصوصا الناس اللي تيصدروا المنتوجات ديالهم. التشخيص الطاقي للوحدات والضيعات الفلاحية واقتراح حلول للحصول على الكفاءة الطاقية وتقليص الاستهلاك الطاقي من أهم المواضيع التي تم التطرق إليها في هذا التكوين. L'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique a comme mission de promouvoir l'efficacité énergétique dans tous les secteurs économiques consommateurs de l'énergie, bâtiments, industrie, transport, éclairage public et agriculture. L'activité d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du programme national du pompage solaire pour l'irrigation. Portée par l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement. Les interventions ont porté notamment sur les systèmes de pompage solaire, leur dimensionnement, la rédaction des cahiers de charges pour l'installation des systèmes de pompage solaire, ainsi que l'aspect économique et comment faire un bon suivi et entretien de ces installations. ويأتي تنظيم هذه الأيام التكوينية بطلب من أعضاء التعاون الفلاحي الزاوية كمبادرة استباقية تتماشى مع المعايير المستقبلية للأسواق الدولية التي ستشترط إنتاج محاصيل زراعية بأقل نسبة من الانبعاثات الكربونية. أهمية ديال الطاقات المتجددة هي أهمية كبيرة، لأنه أولا الاستمرارية الفلاح في هذه المنطقة ديالنا، نظرا لأنه أثمنة باش تتبع المنتوج ولا المواد ليزانترون بحال ليزونغري الأسمدة والمبيدات، الثمن ديالهم فيكس ما يمكنش يتحكم فيهم فلاح، يعني باش يبقى ليه شوية الربح خصو ينقص شوية من التكاليف ديال الإنتاج. وهذه الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية بالحلول اللي تمكن الفلاح أنه ينقص من مصاريف الإنتاج ويبقى له واحد الربح اللي يخليه مستمر في هذه الحرفة. كما أن تحولات عالمية في هذا الشيء ديال التجارة العالمية، أنه خاصة أوروبا اللي غادي تطبق واحد لاتاكس كربون بالنسبة للمصدرين إلى هذه القارة، بانهم كاين واحد لاطاكس على كل طون ديال ثاني اكسيد الكربون اللي تيتنتجو المنتوجات كما كانوا، سواء مواد فلاحيه او لا مصنعه. اذا خصنا حنا نستعدوا لهذه القضيه ونوجدوا ريوسنا باش نكونوا منافسين للمنتجين الاخرين ديال الحواميض، باش نديروا بلاصتنا في هذا السوق من اهم الاسواق ديال المغرب في التصدير. ومن أجل الاطلاع على التركيب الآمن لمعدات الطاقة الشمسية وعلى مدى نجاعتها، نظمت زيارة ميدانية لإحدى الضيعات الفلاحية التي بادر صاحبها وهو عضو بنفس التعاونية باستعمال الطاقة الشمسية إلى جانب الكهرباء العمومية في ضخ وري محاصيله الزراعية. قد لاحظنا من خلال التجربة واحد الانخفاض في الفاتورة ديال الكهرباء، نقدر نقول بانها نقصت تقريبا بانتيير بالثلث، وفي الفتره ديال الصيف كانت تمشي حتى 40-45%. هذه مكنتنا واحد شويه باش نقتصدوا في الكهرباء ونقتصدوا في المصاريف، لان المشكل اللي كاين عند الفلاح برك هو ندره المياه وارتفاع الفاتوره ديال الكهرباء. هذه الضيعه هذه انصطرينا فيها واحد لانستالاسيون سولير تقريبا ديال 335 واط
بولي كريستالين. هاد لي بانو هادو كيلبيو الحاجيات ديال ثلاثه ديال لي بومب ديال لي بوي مع واحد لا بومب درو فورمو تقريبا واحد لا بويسونس ديالهم كتراوح ما بين ثلاثه ديال 30 كيلووات ووحده ديال 25. لحد الساعه الحاجيات ديال الفلاح تلبات بواحد النسبه اللي هي 40% كما شفنا مع الاخوان المسؤول هنا السي احمد. اللي باقي كيطمح ليه الفلاح انه يمينيميزي لا فاكتير ديالو باكثر من هذه النسبه. هذه درنا لانستالاسيون ديال الضخ بواسطه الالواح الشمسيه. الاحتياجات ديالنا ديال النهار هما اللي كنستافدوا منهم، ولكن تيبقاو لنا الاحتياجات ديال الليل. دونك كيبقى لنا باش نديروا الضخ بالوينو بلو ريزو ديال الوينو باش نكملوا الحاجيات ديالنا اللي خاصين في لي بوزوان ديالنا في توت لا جورني. من بين الحلول اللي كتخلي ان الفلاح يستافد 100% بالطاقه الشمسيه هو انه يخدم على البوزوان ديالو ديال الماء في النهار. الور انا في امونافي كان بروبوزي على هاد الكليان هذا انه مثلا يزيد في لي نومبر ديال لي بوي باش يكون هكذا يكون عنده واحد ديبي جورنالي اللي كبير ويستطع انه ايفيتي كاع لي زور دو فونكسيونمون ديالو د الليل و د الصباح بكري. يعني يولي داكشي اللي كيخدم به في وسط النهار بالطاقه الشمسيه يلبي الحاجيات ديالو ويكفيه، اللي يخليه انه يمينيميزي لا فاكتور ديالو ديال لوينول لواحد المستوى اللي هو كبير يوصل تقريبا ل 80 90% ولما لا 100%.